احتفى الهلال الأحمر الإماراتي بأم القوين بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة بكبار المواطنين بتنظيم مبادرة بركة الدار وبراعم المستقبل بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. وجمع الاحتفاء هذا العام كبار المواطنين مع الأيتام المنتسبين للهلال الأحمر الإماراتي في أم القوين بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل سبل التواصل بين الأجيال للاستفادة من خبرات كبار المواطنين وتجاربهم الحياتية. وتنوعت الفعاليات بين ترفيهية وتثقيفية وتوعوية، وشملت الفعاليات الترفيهية تنظيم ورش فنية قدمها مركز أفق الإبداع للتعليم وتطوير المهارات، شارك فيها كبار المواطنين مع الأيتام، إلى جانب الفعاليات الاجتماعية التي تضمنت جلسات حوارية بين كبار المواطنين والأيتام ركزت على تعريف الأطفال بالموروث الشعبي والقيم الإماراتية الأصيلة.